أول مجال هو القرآن نفسه. صحيح، يعني المجالات التدبر أي الموضوعات الرئيسية والقضايا الكبرى هي في القرآن، فالله جل وعلا عرف بذاته سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، هذا مجال التعريف بالله من المجالات الكبرى للقرآن الكريم. ولك أن تقول إن القرآن هو كتاب التعريف بالله، من الحمد لله رب العالمين إلى قل أعوذ بربي برب الناس، تعريف بالله، هذا مجال رئيس. تعريف بالإنسان، أنا وأنت من؟ ولذلك قصة الخلق ابتدأت منذ البداية إلى النهاية، تتكرر ألفاظا ومفاهيم، حتى إذا لم يتكرر اللفظ تكرر المعنى وتكرر المفهوم في قضية الخلق، خلق الإنسان. فهذا أيضا مجال أساسي ومحور كبير للتدبر. هنالك الكون، أي الخليقة كلها، خلق الكون من بدء تكوين الخلق إلى نهايته، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده، أي إلى مرحلة إعادة الخلق. وهذا مجال رئيس وكبير للتدبر. أيضا هنالك الزمان، الزمان 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 الكلي الذي يعني هو ظرف الكون كله، من الماضي الغابر إلى الحاضر الذي نعيشه، إلى المستقبل الدنيوي وإلى المستقبل الأخروي، بما في ذلك عمر هذا الإنسان، بما في ذلك عمر هذا الإنسان الذي هو عبارة عن قطعة زمنية، أنا وأنت عبارة عن تاريخ ميلاد وتاريخ وفاة. فإذن هذه تقريبا هي القضايا الكبرى والمحاور الكبرى للتدبر، أو إن شئت هي المجالات التي جاء القرآن للفت الانتباه البشري إليها. لكن قلت قبل ذلك لابد أن ينصرف الذهن إلى القرآن نفسه حينما تأخذ بين يديك مصحفا، فهذا نفسه أول مجال للتدبر. هذا الذي بين يديك، هذا القرآن، ما هو؟ فإذا لم تحدد هذا فإنك لن تسلك إلى الحقائق الأخرى بصورة سليمة. ولذلك قلت أول مجال لتدبر القرآن القرآن، لأن الله حينما قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن احتمل معنيين غير متزاحمين ولا متناقضين، بل هما متكاملان. أفلا يتدبرون القرآن أي حقائقه وآياته وصوره، وهذا هو المعنى يعني المتبادر إلى الذهن، وهو المتداول أيضا في كتب التفسير وعند كل الناس. لكن هنالك معنى قبله، أفلا يتدبرون القرآن من حيث هو كلام الله. كلام الله أي المعنى الإجمالي لهذا الشيء الذي بين يديك، يعني من سورة الحمد إلى سورة الناس، هذا القرآن كله ما هو؟ فإذا نتدبر هذا المعنى، هذا المفهوم، هذه الحقيقة، فإذا استوعبنا شيئا من ذلك، أقول شيئا من ذلك، فسيكون أو تكون سرعتنا الإيمانية وحركتنا القلبية في سياق التدبر أعلى وأسرع وأقوى، وإلا فإنه سيقع نوع من الاضطراب في طريق السير في هذه المجالات إلى الله جل وعلا عبر تلاوة القرآن الكريم. القرآن الكريم عرفه العلماء بإجماع بأنه كلام الله جل وعلا، لهم تفاصيل في ذلك، كلام الله المنزل على عبده المتعبد بتلاوته إلى آخره. هذا التعريف تعريف من أجل يعني الفصل بينه وبين سواه مما ليس بقرآن من الحديث القدسي والحديث النبوي وغيره من كلام البشر. لكن هنالك كما يسميه المناطقة الفصل، أي ذلك العنصر الموجود في التعريف، والذي هو العنصر الجوهري الذي يفصل فصلا جوهريا بين القرآن من حيث هو كلام الله وبين سواه. هذا الفصل هو هذا الشطر من التعريف حينما قالوا القرآن كلام الله جل وعلا، وهي العبارة المصرح بها في القرآن، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ ما منه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، حتى يسمع كلام الله. فهذه حقيقة كبرى لو تدبرناها فعلا، أو اقتربنا منها، أو استحضرناها حينما نشرع في تلاوة القرآن وتدبره، فإن الإحساس آنئذ والحياة القلب، فإن حياة القلب تكون أيقظة وأعلى، وتكون لديك القابلية أكثر وأكثر للدخول في مجالات تدبر القرآن الكريم.
رب الكون سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء وقدره تقديره سبحانه جل وعلا، رب العالمين، رب السماوات، رب الأراضين، ربي وربك، رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى. هذا الرب العظيم الذي لا يستطيع الإنسان أن يحصر بخياله خلقه، يعني لو أنك أتحت لعقلك أن يتجول في الخليقة لا تستطيع أن تحصر الخليقة، دعك من الله جل وعلا سبحانه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تحيط به العقول ولا الخيالات، لا يتصور سبحانه وتعالى، وإنما يعلم منه جل وعلا ما لقننا وما علمنا من أسمائه الحسنى وصفاته العلى نصا بالكتاب والسنة، لا يمكن للمسلم أن يزيد شيئا بالاجتهاد آنئذ. لكن نحن في مجال الكون، الكون الواسع الفسيح، يعني الخيال يتكسر والقلب يتحطم والعقل يجد نفسه عاجزا تمام العجز عن المغامرة في السفر في هذا الكون الواسع البديع، بديع السماوات والأرض. فهذا الكون المخيف فعلا، حينما تطلق الخيال أو تطلق العنان لخيالك ليتجول في هذه الطبيعة وفي هذه المجالات والفضاءات والسماوات والأجرام والكواكب والنجوم، يعني القلب والعقل كلاهما يجد تعبا ورهقا في متابعة هذه الحقائق الكبرى، ولا يستطيع أبدا أن يستمر في هذا الاتجاه. ولذلك تفنى الأعمار وتنقطع الخيالات، ولا تنقطع أمداء الكون ولا مداءاته. رب هذا الكون سبحانه وتعالى الذي خلقه وهو جل وعلا محيط به قدرة وعلما وخلقا وتقديرا وتدبيرا، سبحانه جل وعلا يتكلم، سبحانه وتعالى يتكلم ويتكلم معك أنت أيها الإنسان، يكلمك بكلامه هذا القرآن. فإذن هذا شيء عظيم جدا وأيضا جليل ورهيب، لأن على قدر علو المتكلم يكون الكلام، على قدر علو المتكلم يكون الكلام. أنت ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في الأمثال، أنت حينما ترتقي في منزل أو في عمارة، في عمارة ما، وتكون في طبق من طبقاتها، يعني نفرض أنت الآن في الطبق الأول من عمارة لها يعني سبعة طوابق، لها سبعة طوابق، أنت في طابقها الأول. بما أنك في طابقها الأول لك القدرة، إذا أطللت من نوافذ الطابق الأول لك القدرة في أن تصف ما تطل عليه، ويعني تتكلم أنت آنئذ، تصف، تقول هنالك أشياء، هنالك شوارع، هنالك سيارات، هنالك ناس، يعني تصف الواقع الذي تنظر إليه. ولكن ما الذي أتاح لك هذا الوصف؟ علوك، لأنك رك عالي في الطابق الأول من العمارة. ولكن الذي في الطابق الثاني أعلى منك له فرصة في أن يتكلم أدق منك وأعلى منك وأوسع منك وأعلم منك، لأن سعة إطلاله أعلى من إطلالك. فعلى قدر علو المتكلم يكون الكلام. والذي في سطح العمارة التي لها سبع طوابق أو سبعة طوابق بهذا الفرض الذي افترضنا، الذي في سطح العمارة يصف مجال المدينة جميعها، لأنه آنئذ أعلى وأعلى، والله سبحانه وتعالى أعلى، سبح اسم ربك الأعلى، يطل على الكون جل وعلا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه من علو، من فوق سبع سماوات، محيط بكل الكون، محيط بكل شيء، هو العلي سبحانه، لا يعلوه الشيء جل وعلا. فكيف يكون كلامه إذن؟ قطعاً محيطاً بكل شيء من دقائق الكون وتفاصيله، ما فرطنا في الكتاب من شيء. القرآن ثقيل جداً، ثقيل بالحقائق الإيمانية، كتاب مثني مختزل فيه كل حقائق الكون تصريحاً أو تلميحاً أو طياً، أي أنها مطوية داخل العبارات وداخل الإشارات التي لا يعلم حقيقتها إلا الله جل وعلا وحده سبحانه وتعالى. ولذلك على قدر إقبال العبد على القرآن بقلبه يجد من الحقائق الإيمانية ربما ما لا يجده في كتب التفسير، لأن المفسر غالبا حينما يتعامل مع القرآن يتعامل بالآلات المادية الحسية، يعني المرجعيات من الروايات
ومن اللغة الأدوات يعني التي يأخذها، لكن لن يجعلك تذوق الحقيقة الإيمانية، لن يجعلك تتدبر، لأنه راه مستحيل أن ينقل التدبر من شخص إلى شخص، مستحيل عقلا. أتدرون كيف الأمر؟ الأمر يعني مثل ذوق الأشياء الحسية، لو طلب منك مثلا أن تفسر وأن تشرح معنى الحلاوة فإنك لن تستطيع، أو معنى الحموضة أو أي ذوق من الأذواق، أو أن تشرح اللون لن تستطيع شرح الألوان ولا الأشياء التي يعني تحس بها إما بعينك أو بلمسك أو بلسانك. كل أدوات الإحساس يستحيل استحالة مطلقة على الإنسان أن ينقل حقائقها الشعورية إلى الآخرين. السبيل الوحيدة لنقل هذه الأشياء أن تجعل الآخرين يذوقونها كما تذوقها أنت، أو يرونها كما تراها أنت. مستحيل إذن نقل هذه الأشياء. فالتدبر هو تماما عملية ذوقية قلبية، ولذلك يستحيل أن ينتقل ما في قلبك إلى قلب صاحبك، لابد هو أيضا أن يدخل في حقيقة التدبر. ولنفرض أن هذا المفسر حينما كان يفسر كتاب الله جل وعلا كان يتدبر، فآثار التدبر تبقى بقلبه، لا يمكن أبدا أن يسطرها بقلمه، وإنما يسطر ما يقع وما ينتج عنها من إفاضات علمية وأمور جديدة في المجال العلمي ينعم الله بها عليه من الفتح الذي يفتح الله له به. أما الذوق الإيماني فيبقى حبيس قلبه إلى أن يموت، ولابد لي ولك ولنا جميعا من أن ندخل التجربة أيضا في تذوق هذه الأشياء والدخول في هذا المعنى. فإذن القرآن الكريم حينما نقترب منه من حيث هو كل قرآن كلام الله تكلم به رب الكون، فإن هذا الإحساس عندنا يعلو، لأننا أنئذ نرتقي. إذا كنا في الطبق الأول من العمارة بالمثل الذي قلنا، فإننا نرتقي إلى الطبق الثاني والثالث وهكذا حتى نشعر أننا نطل من علو، لأننا أنئذ نتلقى عن الله جل وعلا مباشرة لا عن المفسرين. نتلقى القرآن أنئذ عن الله مباشرة لا عن المفسرين. ما معنى نتلقى القرآن عن الله جل وعلا مباشرة؟ أي نتلقى حقائقه الإيمانية، لأننا نشعر أنئذ أن الله هو الذي يكلمنا، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يخاطبنا. وهكذا فعلا أمر السلف الصالح أن نقرأ القرآن في غير ما وصية اقرأه كأنما عليك أنزل، هكذا كان يقول الصحابة والتابعون لتلاميذهم وللجيل الذي يربونه، اقرأه كأنما عليك أنزل، أي أنه ينبغي أن تشعر أنك تتلقى عن الله جل وعلا، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخاطبك، هو الذي يكلمك. هنا ينطلق التدبر، وهذا هو المجال الأساس. إن شئت أن تقول الآن وضعنا أنفسنا على المدرج كمدرج الطائرة الذي تنطلق منه لأجل أن تحلق في فضاءات القرآن الكريم. فإذا فعلا تعاملت مع القرآن الكريم على أنه كلام الله لا على أنه مصحف في ورقات، وهذا أيضا مما يبلد الحس، حس الإنسان، يعني حينما يختزل في ذهنه وفي قلبه القرآن على أنه عبارة عن أوراق، عبارة عن ورقات، هذا هو المصحف. والله جل وعلا سمه القرآن، وإنما القرآن يبدأ بالقراءة، ولذلك هذا المصدر أو هذه التسمية المصدرية للقرآن إنما تصح حينما نقرأ القرآن، حينما تقرأ الحمد لله رب العالمين أو تقرأ ألف لام ميم آنئذ أنت تشتغل بالقرآن. أما حينما تأخذ مصحفا وتضعه في جيبك فإنك لا تملك آنئذ القرآن الكريم. ولذلك حينما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهم قال ما معك من القرآن، ما معك، وعبر بالمعية، ما معك من القرآن الكريم، وليس ما تحمله وما تأخذ بيدك من أوراقه وصحفه، لا، ما معك أي ما لك القدرة على التفاعل معه وعلى استحضاره وعلى الاشتغال به وعلى إنتاج أو إعادة إنتاج حقائقه الإيمانية بقلبك. فلما أخبره قال له اذهب فأنت أميرهم، لأنه أخبره بأعظم سورة، سورة البقرة. وكل القرآن عظيم وكل القرآن جليل حينما نحدث معه المعية الحقيقية، حينما نحدث معه التفاعل الحقيقي، فإنه آنئذ تنفتح كنوزه وتنشرح أبوابه على صدورنا آنئذ.
سيحصل فعلا الإقبال الوجداني والقلبي على كتاب الله جل وعلا القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى حينما تسمعه أو حينما تتلوه، حينما تسمعه حتى يسمع كلام الله أو حينما تتلوه. أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة، اقرأ. فلابد إذن من أحد هذين الأمرين، إما أن تتلو وإما أن يتلى عليك. ولذلك كانت التلاوة وظيفة النبوية، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو، لابد من تلاوة، يتلو عليهم آياته. لأنه حينما يتلو الآيات عليه الصلاة والسلام، أو أنت حينما تتلو الآيات أو تتلى عليك، آنئذ يكون القرآن، لأنه كلام الله جل وعلا يتلى وتتهيأ الأسماع والقلوب لتلقي الحقائق الإيمانية. لا يمكن أن يحصل شيء من الخطوات التي تأتي بعد بدون تلاوة تنتجها أنت أو تنتج لك، أي إما أنك تسمع حتى يسمع كلام الله أو أنت الذي تتلو وتقرأ. فلابد من هذا، ولذلك أمرنا بتلاوة القرآن في غير ما آية وفي غير ما سورة. إذن حينما نقبل على القرآن بهذا الشكل وبهذا المعنى، ونشعر أن الله جل وعلا هو سبحانه وتعالى يكلمنا، لأن القرآن كلام الله جل وعلا، وتشعر بعظمة الكون كله مختزلة في هذه الكلمات التي هي القرآن الكريم، تشعر فعلا أنه ثقيل. والله فعلا يشعر القلب بالتصدع آنئذ حينما يتلقى آية أو آيتين بهذه القوة وبهذا التركيز من الاستقبال لعظمة القرآن الكريم بما هو كلام الله جل وعلا. وقد صدق الله سبحانه وتعالى حينما قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يعني لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، قال القرآن وليس الصحف أو المصحف، لأنه القرآن بما هو كلام الله. لو أن الله وليس مجرد مثال يعني خيالي، أمثال القرآن حقيقة، أمثال القرآن حقائق، والله جل وعلا لا يمثل بالعبث سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. لو أنزل القرآن فعلا على جبل لتفجر الجبل ولتحطم الجبل، لجعله دكا وخر من كان بجانبه صاعقا. لأن نزول القرآن على الجبل هو نزول حقائقه الإيمانية، نزول تكاليفه. ومن قبل اعتذرت الجبال، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. أشفقن أي اعتذرنا لله، وأبين إباء إشفاق أي وجدنا أنفسهن لا يستطعن ولا يقدرن على تلقي حقائق الرسالة وحقائق الأمانة التي جاء القرآن شاملا جامعا مانعا لها وبها، وأشفقن منها. فإذن هذا القرآن حينما ينزل على القلوب المؤمنة فعلا تتصدع. وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما قيل له: شبت يا رسول الله؟ قال: شيبتني هود وأخواتها. فيعني ليس شيبتني هود وأخواتها، لا يعني طبعا حفظوا هذه الأشياء حفظا استظهاريا، ما بيننا الآلاف والملايين والحمد لله نعمة الكبرى من الناس يحفظون كتاب الله ويستظهرونه، ومنهم من شاب ومنهم من لم يشب ومنهم من لا يشعر أصلا بحقائق القرآن. وإنما يقصد عليه الصلاة والسلام أن الحقائق الإيمانية المجلجلة القوية التي هي في هذه الصور وأضرابها وأمثالها هي التي شيبته عليه الصلاة والسلام، هي التي زلزلت كيانه عليه الصلاة والسلام وجعلته ينطلق داعيا إلى الله، محتسبا صابرا مجاهدا في الله جل وعلا حق جهاده. القرآن حينما يشتعل بقلب أي قلب إذا اشتعل به صيره وقودا آنئذ يوقد النور للعالمين جميعا. ولذلك وصف عليه الصلاة والسلام بالسراج المنير، لأن القرآن كان يشتعل زيته بقلبه، يشتعل نوره بقلبه. إذا حصل هذا للعبد وهو سهل لمن سهله الله جل وعلا عليه، وإنما قلت أشرت في ذلك صدق الإقبال على الله سبحانه وتعالى، فإنه يكون قد حقق تدبر المجال الأول من مجالات القرآن الكريم.